حياكم الله مشاهدينا من جديد. فنانة عزيزة على قلوبنا على الرغم من جنسيتها ونشأتها الأردنية، إلا أنها اختارت الجمع بين هذه البيئة الثرية والفن الخليجي اللي جذبها منذ اللحظة الأولى. تفاصيل أكثر حول الفنانة وظيفتنا القادمة في التقرير التالي. من جنسيتها ونشأتها الأردنية، إلا أنها اختارت الجمع بين هذه البيئة الثرية والفن الخليجي الذي جذبها منذ اللحظة الأولى. باسمة حمادة ولدت في الكويت ودرست بعدد من المدارس، منها المدرسة البريطانية ومدرسة الجيل الجديد، مدرسة النجاح الوطنية ومدرسة الأمناء. أنهت دراستها الثانوية في مدرسة فجر الصباح وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصلت على البكالوريوس في نظم المعلومات. دخلت إلى المجال الفني وهي بعمر 5، وذلك عندما شاركت في برنامج الأطفال ماما أنيسة، بينما كانت البداية الفعلية عندما قرأت إعلاناً يطلب ممثلات لبرنامج وبث على تلفزيون الكويت، فتقدمت له واجتازت الاختبار وشاركت بعدها بعدد من الأعمال الفنية في التلفزيون والمسرح والإذاعة. وتعتبر باسمة حمادة من أسرة فنية، فهي شقيقة للممثلات لمياء وهدى حمادة. في التلفزيون في رصيدها أكثر من 72 مسلسلاً، نذكر منهم ما يعيني، الدعوة عامة، منسية، أول الصبح، ساهر الليل 3، وطن النهار وغيرها الكثير. مشاعل، إيش تقصدين بكلامك؟ حبيبتي أقول إنك أنت وايد طيبة بعد عمري، والطيب بهالأيام هذه ما يفيد، بسرعة ينقص عليه ونوكل حقه. قايلت لك الطيب والتفاهم ما يفيد مع ريلك. بالمسرح فقد شاركت باسمة بأكثر من 22 مسرحية، نذكر منها ليلة رعب، الاختراع العجيب، فندق الرعب، أشباح أم علي وغيرها من المسرحيات. وين كنتي؟ أنا مفضر وجيبها لي، ما في اللي فوق جيب برا. الحليب من متى نحطه برا احنا بالحوش اللي برا؟ ما تحكين؟ ماما أنا شوف سايق. السايق كان معاي جايبني من العرس. كم سايق عندي سايق واحد. سايق ثاني ماما. سكتي؟ من السايق هذا ما تحكين؟ مخلي البيبي فوق ورايحك لي برا، ما تحكين؟ أما في السينما فكان للممثلة باسمة حمادة بصمة أيضاً في فيلم الصمت الذي أنتج عام 1976، وحتى في الغناء كان للممثلة باسمة تجربة في عام 1978، حيث شاركت في أغنية مكاري إلى جانب الفنانة سعاد عبد الله وشقيقتها لمياء. أنا مكاري، ما أشوف ما بي أشوف، شلي ديجاري، ما أسمع ما بي أسمع، أنا مكاري. حياكم الله مشاهدينا من جديد. أرحب بضيفتي اليوم، مضيفة عزيزة على قلبي وزميلتنا في المجال الفني، الضيفة باسمة حمادة. حياك الله أستاذة باسمة. الله يحييك حبيبتي، وشكرا لاستضافتي معكم في برنامجكم الحلو الرائع هذا، واللي أسمع عنه دائما إن شاء الله بتألق. يعطيك ألف عافية. نحن سرقناك من كواليس تصوير مسلسل أوراق من الماضي، بحكم أنه أنا معاكم في هذا العمل أعرف أنه ظروف التصوير شوية صعبة، وسرقناك غصب يعني عشان نستضيفك معنا في برنامج سيدتي. هو صعبة حتى الحين قاعد نحاول نخلص إحنا، وتقريبا أنا خلصت الحمد لله، بس أنه قاعد يحاولون جهدا الجهيد مثل ما يقولون السهر للصبح علشان يخلصون المسلسل لأنه قريبا سيعرض إن شاء الله. لو تخبرينا عن دورك في مسلسل أوراق من الماضي وعن تجربتك هذه ورجعت عبد العزيز جاسم في هذا العمل. شوفي أنا دوري بالتفصيل لأن أحب المشاهد هو اللي يشوف وهو اللي يتابع الشخصية، أما أني أحرقها عليه ما له داعي، بس يكفي أقول أن أنا زوجة زميلي عبد العزيز جاسم في هذا العمل، ومكونين شخصيتين حلوين طبعا في الخير والشر، بس ما نقال انا خير ولا شر، الجمهور راح يشوف. شريره معي في المسلسل. تعبتيني وايد. لا انا ما لي شغل، الشيء اللي مو واضح هو اللي يفرض على الشخص او الطرف الثاني انه يعرف هذا شر ولا خير. استاذه باسمه، بدايتك كانت مع ماما انيسه وكان عمرك 5 سنوات، لو تخبرينا عن بداياتك وشلون وصلتي اليوم للنجاح والتالق هذا.
شوفي حبيبتي، هي الطفولة ما فيها إن أنا أنتظر إني أنا أنجح أو ما أنجح، هي طفولة تبين تلعبين وتبين تستانسين. وبعدين أنا يعني أذكر إن أنا أو ما أذكر إن والدتي رحمة الله عليها كانت تقول إحنا من طفولتنا دشينا، بس شنو اللي بذكر. ولكن الله يعطي ماما أنيسة العمر الطويل يا رب، لأنها احتضنتنا وإحنا أطفال وتحملتنا بشيطنتنا وإلى آخره. وطبعا إحنا في مجهودنا ابتدينا في الوسط الفني ومع المدارس لين شوية شوي كبرنا، وقفنا فترة علشان الامتحانات والمدارس، لأن الحمد لله كلنا خريجات وجامعيات ولله الحمد، فالدراسة كانت شوية تأخذنا من الأعمال الدرامية الخليجية، بس المجهود هو اللي وصلنا ولله الحمد. حلو ما شاء الله استاذة باسمة، في رصيدك 72 مسلسل، هذا اللي عديناهم. ما شاء الله تبارك الرحمن، عشان ما نقول حسدناك يعني. ان شاء الله انكم بارده. لو تخبرينا شنو اقرب عمل واكثر عمل حبيتي وقلتي هذا العمل مستحيل انساه؟ شوفي كل اعمالي انا ما انساها، لان كل عمل فيه له تجربه، بس هي العملية ان في اعمال تكون حساسه او قريبه منك، مو لانها قريبه من شخصيتي، لكن تتاثرين فيها كنت انثى. يعني مثل الماضي وخريف العمر، وخذت فيه افضل ممثله كان في جمهوريه مصر العربيه وقتها، كان معي الفنان القدير ابونا سعد الفري، وكانت معنا الفنانه الجميله بوسي، فخذت انا في هذا العمل افضل ممثله، والجائزه لي انا كانت. اذكرها ليش؟ لان كانت بالنسبه لي بصمه، إثبات إني أنا أقدر ألعب عدة شخصيات، مو بس البنت اللي قبل كانوا ينادوني على طول اللي تبكي، الفقيرة اللي تنطق، اللي ماخذين حقها. أي. لأني أنا لعبت دور شبه مركب، صارت نقلة يعني عندك. أي. عندي بعد خيوط العنكبوت أو بيت من ورق، كان هذا العمل جدا رائع، كان معي زميلي وأخوي الفنان إبراهيم الحربي، ولعبنا إحنا اثنين خير وشر، بس كنت أنا شخصية وصولية جدا، كنت شر. وعندي مسلسل أيضا اسمه السجينة، هني لا، هذا شر لا يغتفر. عندي أبي عفوا. أنت تحبين الشخصيات الشريرة يعني؟ لا قول صدق. يمكن عشان أنت وايد طيبة في الحياة تبين تجسدين الشخصيات الشريرة عشان تغطين أنه أنا في المسلسل شريرة. سمعيني هداوة حبيبتي، شوفي هو الشر والخير موجود في الإنسان، صحيح في كل شخص موجود خير وشر، لكن منه اللي يطغى؟ بس بالأخير لازم الخير ينتصر على الشر اللي داخل الإنسان. لكن أنا أشوف الشخصية هذه إني ليش ألعبها؟ إني أنا بعرف شنو سبب الشر، فأتقمص أو أعيش أو أبحث لين أعرف إنه ممكن يكون في ماضي سبب هذا الشيء. يعني مثل بيت من ورق، يعني للشخصية طبعا، يعني بيت من ورق كانت ليش كارها مرتبوها، كانت تسجنها في السرداب في القبو في غرفة مظلمة، تقفل عليها الباب تخليها 3-4 أيام بدون ماي بدون أكل، فكبرت البنت. حلو رجيم. طفلة. الطفلة البنتين أوكي نسوي لها رجيم، بس هذه طفلة وتسجن صحيح. في مكان مظلم، شنو بيصير معاها لما تكبر وهي عايشة في بيت أبوها؟ أكيد بتكون حاقدة على هذه البيت من ورق اللي أصبحت البنت. لكن الحقد اللي بين مرتبوها وبينها وصلها للنجاح، بس أيضا هذا نجاح إيش وصلها له؟ يمكن إذا في ناس مو شايفين المسلسل أتمنى يشوفونه، لأن ما أحب أقول أحداثه الحين. عندك لا الثاني السجينة، لا هذه على كبر إنها طماعة وتبي الفلوس ووو لآخره. لكن كطيبة أنا وايد اشتغلت أنا كطيبة، وبالعكس أنا أبكي بكاء حقيقي ما أستخدم ودورك في أكون أو لا بعد كان من أهم الأدوار. يمكن شفنا باسمة حمادة في شخصية مختلفة تماما. أي هذا المخرج زميلي علي العلي، كان في يعني كان في صمت بيني وبينه، لكن الصمت كان يقال من خلال تأدية المشهد، وعطاني فعلا الـ يعني مو بس الدفع، الجو الكامل اني انا اعيش الشخصية هذه باني انا اكون اولى. وفعلا ترى كنت ارجع الفندق ما نقدر ارجع اللوكيشن نفس الشخصية، ما اطلع منها، ما تطلعين منها. نفس مسلسل ساهر الليل الجزء الاول مع استاذي واقدم له تحيه محمد دحان، كنا برمضان دش علينا رمضان، ما كنا ننام طبعا احيانا عشان المسلسل ممكن يكون على الهواء، صحيح. كنت اروح اخوي يقول لي باسمه انت هني، باسمه خلاص اصحي ردي ما في مجال تش. ما في مجال ان انا اطلع من الشخصيه، لانه كان متواصل متلاحق. انت ريق انت فطر عفوا في اللوكيشن وانت سحر في اللوكيشن ويطلع علينا اذان، يا دوب ناخذ الريست 3-4 ساعات. صدق كان هو يعني متعب، لكنه كان متعه
تجربتك في ساهر الليل كانت على الجزء الأول والثاني والثالث، إيش كثر هذه التجربة مع المخرج الأستاذ محمد دحام الشمري أثرت فيك وأثرت في مسيرتك كلها؟ شوف، هي مش عملية تأثير في مسيرتي، ولكن هو الثلاث أجزاء هذه عودتني على أسرة، يعني أسرة أستاذي أخوي محمد دحام، إن صرت أبي كل سنة أكون أنا مع نفس الأسرة، كنا مستمتعين مع بعض. شوفي، كل عمل لا يخلو من المشاكل، لكن في مشاكل إذا تحسينها عسل، يعني ممكن تنتهي في لحظات، لأن ما فيها الحقد، مو المشاكل اللي فيها الحقد. بس أنا شوفت أنت مسالمة باسمة في اللوكيشن، يعني أنا الحمد لله، أنا بس أقول أختو شلونكم، شو أخباركم، شو طيبين بس وليش بعدين ليش ما أكون مسالمة؟ أنا رايحة، يعني على فكرة إحنا كثر ما نشوف بعض كممثلين ما نشوف أهالينا، صحيح. تواجدنا مع بعض في الساعات ما نشوف أهالينا بالكم هذا، على الأساس لازم إحنا نكون متحابين، يعني الأخت أو الأخوة يتعاوشون في البيت بس بعدين يتراضون، بس في فرق إنك أنت تكون متسامح وإنك تشتغل مع جروب وهم ممكن يزعلون منك بلحظة ويوخرون، وفي فرق إن ناس تتكلم بظهرك وإنت أساساً مسوي خطأ، صحيح. يعني ممكن يشوفونك ساكت طيب يقولون هذا يلا خل نقطع عليه الشغلة الثانية ما يدري عنها، وايد تحوش شغلات الإنسان، هم يعتقدون إنه هو ساهي ممكن تفوت، لكن أو متساهل لا. فيتمادون في الأشياء اللي ما هو ليش يسوونها. يتساهل عشان إن الأمور تمشي، صحيح. ما يتساهل لأنه هو خواف بس أو جبان، بس توصل لدرجة خلاص إنه ستوب ما أقدر، لازم يتكلم، لازم يدافع عن نفسه في الأخير، فلو دافع عن نفسه هذا الشخص اوكي يقول هذا شري، ولو سكت يقول يلا مشي، فاحتار الانسان شو اللي يبونه بالضبط في مجموعه معينه مش الكل، صحيح. قبل ان نتكلم عن فيلم الصمت، بما نقعد في هذه النقطه، تعرضتي اكيد للغيره الفنيه من زميلاتك، كيف واجهتي هذه الغيره الفنيه؟ بكل حب، كلنا نغار من بعض، حتى انا اغار، لكن انا ما اغار ادمر، انا اغار ابي اصير احسن، صحيح. هي غيرة فنية أن أنا أكون أفضل، مش غيرة فنية أن أنا أدمر زميلي أو زميلتي، لأن إحنا بالأخير على فكرة لازم نكون إحنا، يعني قلت عائلة، بعدين أنا أكبر لازم يلي أصغر مني، صحيح، عرفتي، فلازم نشيل بعض، فإني أنا أدمر وأشيل زي منه اللي بياخذ الدفة، صحيح. لا، إحنا لازم إحنا نكون متعاونين، قلت لك نفس الأسرة اللي داخل البيت، الأخو يتهاوش مع أخته يتراضون يبنون بيت، صحيح. لكن إحنا في مجموعة تعطي دمار، صحيح. زين ليش؟ شنو الأسباب؟ رزقكم في السماء وما توعدون، ما حد ياخذ رزقة أحد، حتى لو حطوا لك جبال قدامها تنهدم والله يعطيك إياها، صحيح، عرفتي؟ فليش مستحيل؟ أنا باسمة قاعدة يعني أحاول أخلي الناس يشوفون شخصية باسمة اللي إحنا نشوفها في اللوكيشن، عشان كذي مو قاعدة أتكلم وايد عن أعمالك، أبي الناس يكتشفون هذه الشخصية اللي فعلا نعيش معاك من الصبح لين الليل، تصرفاتك معانا، أسلوبك الحلو، حبيبتي. فعشان كذي أنا قاعدة أخلي المشاهد يشوف أكثر شخصيتك ويتقرب منك أكثر. ما شافوني، لا ما شافوني باللوكيشن وأنا سوي إزعاج. صح، إيه أنا أشهد. طيب بس ما لو نتكلم عن تجربتك في فيلم الصمت، كيف كانت هذه التجربة وليش ما كررتي مشاركاتك في السينما؟ شوفي، هو جتني فرص كثيرة أني أنا أكررها بالسينما، لكن يمكن ظروف التزامي ارتباطي في المسلسلات وكل واحد ويبي وقته. ثاني شيء، كنت طفلة في هذا العمل وكانت فرصة وايد جميلة واستمتعت فيها، وخصوصا أننا صورنا جزئين من الفيلم في جزيرة فيلتشا، شفت بس الماكينة السينمائية. جزيرة فيلتشا في الكويت عشان نوضح في دولة الكويت. إيه نعم، في دولة الكويت. بعد ما يعرفون تاريخ هذا شيء ثاني. هذه جغرافيا وتاريخ على زمننا احنا، الحين يسمونها اجتماعيات أتوقع يعني، بس إن إحنا صورنا في الجزيرة واستمتعت إن أنا أشوف الطريقة الأولى إني أنا أمثل سينما وسعيدة، حتى إن أنا في يوم عرض الفيلم رايحة كاشخة وما أدري شنو حاطة، مثل هذه اللي يحطونها الإكليل، ايه. إكليل من نفس لون فستاني كان موف، أوكي، وقاعدة مستانسة مع إني أنا مش أنا البطولة، بس إني أنا أظهر في جزء في عدة مشاهد في هذا الفيلم، بس أكيد متعة، وإن شاء الله إذا يعني عمل أنا يناسبني أنا أشتغل فيه إن شاء الله، بس يناسبني إن شاء الله أكيد، ويناسب مسيرتك الفنية الحافلة ما شاء الله بين المسرح والتلفزيون والسينما. النجمة باسمة حمادة، وين تحصل نفسها أكثر وشنو تحب أكثر؟ شوف، المسرح أبو الفنون، المسرح هو أساس الفن، يعني حتى دراستي أنا لما كنت أطالع الكتب كنت أشوف شلون المسرح
الروماني وشلون كانوا يجاهدون عشان يوصلون أصواتهم للناس الثانيين، عرفتي؟ فالمسرح لا، مواجهة مقابلة مع الجمهور، ما في حواجز بينك وبينه. ممكن أنت كممثل تحطين حاجز إذا كان في بعض الجمهور مزعج أنك أنت خلاص تسوين، أنت واقفة على المسرح قاعدة تمثلين في الأسرة اللي أنت معها على الخشبة، لكن جمهورنا ممتع ما شاء الله. أكيد لازم أنسى جمهوري، لأن لازم يكون في بيننا وبينه تجاوب. يعني مثلا قطيت نكتة ضحك الجمهور، قال لي قولي كذي، أقول حق الممثل اللي يمي نفس الطريقة، فمتعة المسرح. شنو آخر مسرحية سويتيها؟ مع أخوي عبد العزيز المسلم، عائلة فن رن، وكانت مسرحية ممتعة وجمهورنا وايد استانس، وكنا فعلاً عائلة فن رن نركض وراء بعض. وعرضتوها في الإمارات على ما لا إن شاء الله بنعرضها، هي كانت العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن شاء الله يعني على أساس في اتفاق راح تعرضيه إن شاء الله. إن شاء الله. عندك شيء في المسرح قاعدة تجهزين له؟ اي بس حق العيد الجاي ان شاء الله. انا خلصت هنا في مسرحيه في شارجه معرض الكتاب، مسرحيتنا الاختراع العجيب مالت الاطفال، كانت من اخراج زميلي ناصر الدوب، وانتاج ايضا ناصر الدوب واحمد ايراج. معي كانت الفنانه احلام حسن، محمد رمضان اللي طاح من فوق وانا تعورت بريلي. عين منو هذه؟ الله العالم. في حد عندنا في اللوكيشن ظاهر عنده عين قويه. الله العالم. وانا حاشتني بعد. آخر عمل مسرحي كان الأطفال، والحين مثل ما تعرفين في مهرجان المسرح للطفل في الشارجة، بتقدمين شيء في هذا المهرجان ولا لا؟ والله حاليا لا، لأني مرتبطة في تلفزيون، يعني إن شاء الله بخلص من هنا نازلة، عندي التزام في عملين إن شاء الله. فالمسرح لازم يكون في، إذا كان وقت، مو بس وقت، الأعمال اللي أنا ملتزمة معاهم إذا كانوا هم متفقين معي هني أكيد بني، لأن أي مهرجان يكون أساس مسرحية أساسا معروضة في دولة الكويت. صحيح. يعني لازم في بروفات ولازم هذا، وأريدي معروضة علشان نحن عارفين جونا العام فيها. يعني على طاري العملين اللي بتروحين تصورينهم في الكويت، لا خليها توب سيكرت، أنا أحب أتكلم في أعمالي وقت التصوير. بس ما حماده تخاف من العين؟ العين حق، ما حد يقدر ينكرها. وليش نزلت لنا المعوذات نقرأها على أنفسنا؟ سورة ياسين، آية الكرسي، أواخر سورة البقرة، ليش هذا كله؟ شنو جديدك بعد أوراق من الماضي؟ ما تصيديني، ما راح أقول لك. أستاذة باسمة، آخر فترة كنتي بتنتمين إلى عمل أو بتكونين في مسلسل يتصور في أبوظبي، شو أسباب أنك كنتي ما انضميتي لمسلسل إكسر وجبر مع المخرج محمد القفاص؟ والله شوفي، هناك أسباب أجهلها، هذا واحد. اثنين، مع أني أنا سمعت أنه الدور كان مكتوب لك. والله هذا ما وصل لي، وأنا موقع من الكاتبة وداد الكواري. إيه، وأنا والعقد موقع وجاهز، لكن عمل صار علي كلام وعمل صار علي ما أدري شنو الأسباب، فلا خلاص. يعني حتى أنا لما شفت أخوي القفاص قلت له أنا طاب خاطري، قلت أنا طاب خاطري، بس تسأليني عن الأسباب يقولون والله شلون هني تطلع زوجة عبد العزيز وشلون هني زوجة عبد العزيز. طيب الشخصيات ما تختلف؟ الشخصيات مختلفة، النص مختلف، الراكوري أنا كممثلة مختلف، الأداء مختلف، ففي أشياء جدا مختلفة. فتسأليني عن الأسباب، لا تسأليني، لأن وما خفيه أعظم، ما العالم الله. ما ضايقتي انك انت ما شاركتي بهذا العمل؟ لا شوفي صراحه ما كان خاطرك فيه. لا شوفي شوفي، انا ما اتضايق، لان توني شو اقول لك، الشيء اذا مكتوب لك بتاخذينه، دام انه مو مكتوب عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير صحيح. لكم، وانا صحيح. مؤمنه في هذا تماما صحيح. لو لي خيره فيه اكيد انا كنت باخذه. في شيء شنو هو ما ادري، بس هم خيره، لان ايضا انا ملتزمه في عملي، عرفتي؟ صحيح صحيح. مع اني اعتذرت عن 4 اعمال صحيح، يعني أنا أقولها على الهوى وأنا مو خجلانة من هذا الشيء، بالعكس إن أنا ملتزمة، وعلى فكرة أنا ألتزم بكلمتي قبل توقيعي. يعني اشتغلت أنا في أوراق من الماضي ومتخذت أنا عقدي وكنت ملتزمة في كلمتي، مع إن أستاذ القفاص قال لي لا إحنا نبيك هني وحاولي، قلت لا، أنا دام إني عطيت كلمة ما أتراجع عنها. كلمة تقولينها للسيدات ولي برنامج سيدتي قبل ما نختم معك؟ السيدات، السيدات كلنا حلوين، اللي تقول أن أنا جيكرة أنا مو حلوة، ترى كل السيدات حلوين، لو في واحدة جيكرة ما كان واحدة تزوجت. فخلينا واثقين من أنفسنا، خلينا نمشي نحافظ على أنفسنا إحنا بعقليتنا بنظامنا بحياتنا في هرمونات جسمنا اللي قاعدة تمشي، لأن بالأخير إحنا اللي ماسكين الأسرة. صحيح. يعني الأم مدرسة. صحيح. والأخت أيضا أنا أعتبرها مدرسة، لأن بتصير أم، عرفتي؟ الزوجة، البنت، إحنا الأنثى قارورة
جوهرة لازم نحافظ عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى في النساء، فإحنا مثل ما وصي علينا إحنا أيضا نكون وصيين على أنفسنا. النجمة باسمة حمادة، أبي أشكرك وايد على حضورك معنا في الحلقة اليوم، وإن شاء الله موفقة، وإن شاء الله أعمالك الجاية أكيد بناخذ أخبار بإذن الله منك، ونشوف تقارير عن هذه الأعمال اللي راح تصورينها. كل التوفيق لك وكل الحب لك وحضورك معنا، وايد أشكرك. شكرا لكم وشكرا لبرنامجكم الرائع وشكرا لسيدتي. شكرا. احنا مشاهدينا بعد هذه الفقرة الفنية بنطلع فاصل وراجعين لفقرة سيدتي، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، 4 من كل 10 أطفال مصابون بمتلازمة أيلين.